بدء تسيير دوريات للجيش التركي في المنطقة منزوعة السلاح بإدلب. الرئيس الأمريكي يمهل حلفائه الأوروبيين للموافقة على مقترحه حول سوريا. محامون بريطانيون يقدمون طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة بشار الأسد. نرحب بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم. أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار انطلاق دوريات روسية في المنطقة الحدودية خارج إدلب وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح. كما نقلت صحيفة دالي صباح التركية عن أكار قوله إن جميع القيود المفروضة على المجال الجوي فوق عفرين وإدلب رفعت اعتبارا من اليوم. انتشار النقاط التركية داخل الأراضي السورية لم يمنع نظام الأسد من مواصلة القصف الصاروخي والمدفعي على الشمال السوري، إلا أنه من المحتمل أنه سيتوقف بعد الخطوة التالية التي اتخذتها تركيا في المنطقة. دوريات تركية بدأت أولى جولاتها بين نقطتي المراقبة التابعتين لها بين تل الطوقان والصرمان بريف إدلب الشرقي وفق ما ذكر مصدر مطلع لحلب اليوم. المصدر أكد أن تسيير الدوريات سيكون تباعا بين جميع النقاط التركية. وزير الدفاع التركي خلوص أكار أشار إلى وجود دوريات روسية مماثلة لكن من جهة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مضيفا بأن تسيير الدوريات التركية والروسية يعد خطوة مهمة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار ومنع كارثة إنسانية كبيرة. ومنذ ساعات الفجر الأولى حتى ساعة إعداد هذا التقرير لم تسجل حالة قصف على المنطقة، هدوء يأمل الأهالي أن يستمر بعد أسابيع من قصف مكثف راح ضحيته العديد من الضحايا والجرحى المدنيين في أرياف حماة وإدلب وحلب. ويرى نحو 63% من المصوتين أن تسيير الدوريات التركية لن يوقف قصف النظام على المنطقة، وذلك في استطلاع أجرته قناة حلب اليوم على صفحتها في موقع فيسبوك، بينما يعتقد 37% من المصوتين أن الدوريات ستنجح في وقف القصف. لمعرفة آخر تطورات الأوضاع معنا مراسل قناة حلب اليوم من ريف حماة عبد الرزاق الأصبح. أرحب بك عبد الرزاق، ما هي المناطق التي شهدت دوريات تركية اليوم في إدلب وحماة؟ حلا، اليوم في الحقيقة كانت أولى الدوريات التركية قد انطلقت مع الصباح هذا اليوم من ريف حلب الجنوبي من منطقة تل العيس باتجاه تل الطوقان بريف حلب بريف إدلب الشرقي. وكانت هذه الدوريات في الحقيقة تضم عدة مدرعات برفقة بعض سيارات للجيش السوري الحر، كانت ترافق هذه الدوريات وقد انطلقت في هذه المناطق. اليوم حلاك شهدت المنطقة نوعا من الهدوء في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وأيضا في ريف حماة الشمالي، ولكن مع مساء هذا اليوم في الحقيقة كانت قوات النظام قد استهدفت قرية السرمانية في سهل الغاب بريف حماة الغربي بقذائف صاروخية من معسكر جورين في أطراف سهل الغاب. أيضا كان هناك في الحقيقة استهداف لبلدة بدامة في ريف إدلب الغربي قبل قليل بقذائف صاروخية من مواقع النظام المتمركزة في ريف اللاذقية. نعم عبد الرزاق، بشكل عام يعني الأهالي في إدلب وحماة كيف نظروا لتسيير هذه الدوريات التركية؟ نعم حلا، في الحقيقة هناك ارتياح كبير لدى شريحة واسعة من المدنيين في ريفي حماة وإدلب مع فترة الهدوء التي شهدتها المنطقة هذا اليوم. وكان هناك في الحقيقة ترحيب في هذا الموضوع كون المنطقة ربما منذ سنوات لم تشهد توقف القصف،
كان القصف باستمرار يستهدف منازل المدنيين وتجمعاتهم السكنية، وشهدت المنطقة في الفترات السابقة نزوحا كبيرا للمدنيين بنسب تزيد على 50%. اليوم كان هناك في الحقيقة نوع من الاطمئنان لدى قسم كبير من المدنيين في أرياف إدلب وحماة بسبب تسيير الدوريات التركية ومع بدء فترة الهدوء التي شهدتها هذه المنطقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل قناة حلب اليوم عبد الرزاق الصبيح، كنت معنا من ريف حماة. وأيضا لتسليط الضوء على تسيير الدوريات التركية في إدلب، ينضم إلينا من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد عبد الله الأسعد. ورحب بك سيادة العقيد، كيف تقرؤون الوضع في إدلب اليوم بعد تسيير الدوريات التركية وأيضا فتح الأجواء؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني في الواقع هذه خطوة متقدمة جدا، وتجعل من النظام طبعا في حال تحققت هذه الدوريات وأخذت دورها بشكل فعال، هي رسائل لنظام الأسد بأن أصبح الآن على حدودها قوة عسكرية لم تعد فقط نقاط مراقبة، وإنما أصبحت هذه النقاط بينها دوريات مسيرة لمراقبة الوضع طبعا. وهذا الموضوع ليس يعني من جانب واحد من جانب التركي، وإنما متفق عليه مع الجانب الروسي. لذلك يعني لا شك أن الأهالي سيكونون الآن يعني في منأى عن القذائف التي كانت تسقط عليهم. وطبعا نحن الآن يعني نقول إذا تمت هذه العملية ولم يعد يطلق أي صاروخ أو أي طلعة جوية على هذه المناطق، إذا هنا نحن أصبحنا في منطقة عازلة بكل معنى الكلمة ومنزوعة من السلاح وصولا إلى الريف الحموي. وأصبحت هذه النقاط أمر يعني يجب أن يأخذه نظام الأسد بعين الاعتبار، أمر واقع. طبعا هذا يعني جاء نتيجة المساعي والدبلوماسية التركية النشطة والقوية التي جعلت يعني من تركيا رقما صعب من أجل حماية المدنيين السوريين، لأن في الآونة الأخيرة أصبح نظام الأسد يعني متماهي جدا ويتعدى. إذا يمكننا القول سيادة العقيد أن حلم النظام بالسيطرة على إدلب انتهى. يعني هذه الخطوة كما قلت أنها متقدمة وتمنع النظام بأن يعني بعد أن حشد طبعا، وهذا أنا أعتبرها بروباغندا إعلامية، حشد هذه الفلول التي عادت من المناطق التي تقاتل فيها من أجل أن تبدأ هجوما على إدلب. أتوقع يعني لم يعد هناك أمل لنظام بشار الأسد، وأن بشار الأسد أيضا هو على علم بذلك، والظاهر من خطابه الأخير عندما تهجم على تركيا بشكل كبير جدا. إذا يعني التقت الآن مصالح الشعب السوري مع يعني طبعا وهي من البداية متقية مع مصالح الشعب التركي. نعم. إذا وفقا لما تقوله، يعني ما هي الخطوات التالية التي ستنفذها تركيا لاستقرار الأوضاع في إدلب؟ يعني الآن أصبح الآن الكثافة السكانية في مدينة إدلب عالية جدا، يعني وفي مناطق عفرين نحن نعلم بأن جميع السكان الذين هجروا قسريا من جنوب سوريا ومن الغوطة الشرقية والغربية وريف حمص الشمالي وحلب أتوا إلى هذه المناطق المحررة، 4 مليون شخص، كثافة سكانية عالية. فلذلك يعني الخطوة التالية أتوقع أنه تهيئة هذه المنطقة وترتيبات أتوقع أمنية في هذه المنطقة الجغرافية، لأن طبعا العالم الآن يعرف ويعي بأن الذين عادوا إلى تحت سيطرة نظام الأسد هم الآن يعني في ظل هذا الحكم الفاشل، هو الآن شعب مضغوط ويعاني الأمرين من أزمة أمنية وإنسانية واقتصادية كبيرة جدا. فلذلك أتوقع أن يتم الآن إنعاش لهذه المنطقة المحررة وأيضا إنعاش أمني واقتصادي. أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد عبد الله الأسعد المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من اسطنبول. استطلعت كاميرا حلب اليوم آراء الأهالي في المنطقة منزوعة السلاح بإدلب حول تأثير تسيير الدوريات التركية على الوضع الميداني في المنطقة.
حقيقة يعني لا عهد ولا ميثاق لا لقوات النظام ولا للروس في ريف حماة ولا ريف إدلب. نستبشر خيرا من هذه الدوريات التي تقوم بها القوات التركية في ريف حماة أو إدلب. نحن باسم الأهالي والمواطنين في منطقة خان شيخون نرحب بدخول الدوريات التركية لتأمين الناس ولتأمين أمنهم وسلامهم ولتوقيف هذا القصف الهمجي من قوات النظام وعملائه. تسير الدوريات التركية في المناطق المحررة المنطقة العازلة خصوصا هو آخر الخيارات المتبقية لدى الشعب السوري، فما عايشناه خلال شهر مضى من قصف همجي تتعرض له المدن كافة في ريف إدلب أجبرنا على القبول بكل الحلول المطروحة، والدوريات هي الحل الوحيد. كضامن تركي نأمل من تسيير الدوريات بشكل كثيف لحد القصف الهمجي الذي يقوم به النظام على المناطق المحررة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى منطقة منبى جواريفها شمال شرقية حلب. وأوضحت المنظمة أن المساعدات تكفي لحوالي 50,000 شخص وأنها دخلت عبر الهلال الأحمر السوري عن طريق مدينة حلب، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها مساعدات إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت 8 حلفاء أوروبيين مهلة للرد على المقترح الأمريكي لتحقيق الاستقرار شمال شرقي سوريا. تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين على 8 حلفاء أوروبيين من بينهم بريطانيا وفرنسا للرد على مقترح أمريكي يدعوهم للبقاء في سوريا كجزء من حلف مستقبلي يضمن عدم عودة تنظيم الدولة ويحقق الاستقرار في شمال شرق سوريا. وول ستريت جورنال قالت إن من أهداف الخطة الأمريكية أيضا العمل على عدم حدوث صدام محتمل بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وتركيا التي تعتبر تلك القوات إرهابية. ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون للصحيفة عن مكان انتشار قواتهم وقوات الحلفاء الأوروبيين في سوريا إن بقيت، فيما إذا كانت داخل المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شرق الفرات أو خارجها. ويصر كبار المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس التركي على أن مهمة الإشراف على المنطقة الآمنة ستكون لأنقرة فقط، وهو ما أكده وزير الدفاع التركي خالوص أكار إذ قال إن تركيا ستبذل ما بوسعها للحفاظ على أمنها لأن حفظ الأمن لا يمكن أن يقوم به وكلاء، مؤكدا على أن القوات التركية قادرة على تولي الأمن بمفردها في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا وستعمل ضد التنظيمات الإرهابية مثل إيبيكيا وتنظيم الدولة. قرار إبقاء 400 مقاتل أمريكي موزعين بين التنف وشرق الفرات ربما يقنع حلفاء واشنطن الأوروبيين بالبقاء في سوريا، إلا أن انتشارها في المنطقة الآمنة المحتملة شرق الفرات لا يبدو أن تركيا ستقبل به. قال موقع بي بي سي إن حياة بومدين أكثر امرأة مطلوبة في فرنسا قتلت في الباغوز شرقية دير الزور إثر غارة جوية للتحالف الدولي، وتتهم فرنسا حياة بومدين بقتل 4 رهائن وشرطية في العاصمة الفرنسية عام 2015. وأضاف موقع بي بي سي أن بومدين هي زوجة الفرنسي جان ميشيل كلين وأنها وصلت إلى سوريا عن طريق تركيا عام 2015 بعد تورطها بحادثة القتل. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مظاهرات وفعاليات تطالب بالإفراج عن المعتقلات في سجون نظام الأسد.
نرحب بكم من جديد مشاهدينا. قدم مجموعة من المحامين طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم عدد من اللاجئين السوريين من أجل محاكمة قياديين من النظام في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد. تتعالى الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة نظام الأسد وتضغط من أجل تحقيق العدالة التي غابت عن سوريا لأعوام عدة. قضايا عدة رفعت ضد بشار الأسد كانت أولها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قدمها محامون باسم 28 لاجئا سوريا في الأردن. قالوا إنهم أجبروا على النزوح من بلدهم وطالبوا المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. سوريا ليست عضوا في معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد النظام، ما دفع المحامين للاستفادة من كون الأردن من الموقعين على المعاهدة وعضو في المحكمة الجنائية الدولية، ما يمكن المحكمة من النظر في قضايا اللاجئين المتواجدين على أراضيه. شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم شكلت العمود الأساسي في القضية، والذي كان السباق في رفعها مركز غورنيكا للعدالة الدولية، تلاه فريق محامين بريطانيين. رودني ديكسون قائد فريق المحامين البريطانيين أكد أن القضية تشكل تطورا هاما للضحايا السوريين مع وجود نافذة قانونية فتحت أخيرا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا. قضية تزامنت مع تأييد أمريكي لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد مسؤولية النظام عن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما العام الماضي، معتبرة أنها خطوة مهمة في محاسبة المسؤولين عنه. ومعنا من مدينة غازي عنتاب رئيس تجمع المحامين الأحرار السيد علي رشيد الحسن. أرحب بك أستاذ علي. يعني بداية، ماذا يمكن أن تقدم هذه الدعاوى لتحصيل حقوق الشعب السوري من نظام الأسد؟ مساء الخير لك أخت حلا وللأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك. طبعا الشعب السوري بشكل عام ينظر إلى هذه الدعاوى القضائية بأنها تشكل نقطة تحول حقيقية بالنسبة إلى الضحايا السوريين وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا. ونحن ننتظر اليوم الذي يمثل فيه بشار الأسد وأركان حكمه ومن ارتكب جرائم في سوريا أمام المحاكم ليحاسبوا على ما فعلوا. طبعا الكل يعلم بأن طريق تحقيق العدالة للسوريين سيكون طويلا، لكن كلنا نعلم بأن التاريخ علمنا بأن الانتهاكات حقوق الإنسان الجماعية لا تفلت من العقاب ولا تسقط من في التقادم مهما طال الزمن. نعم يعني، ولكن دوما كانت روسيا تلعب دور وتعرقل جهود الأمم المتحدة لوقف نزيف الدم وإحالة نظام بشار الأسد وعصابته للمحكمة الجنائية الدولية. طبعا هذه الأمور هي أخرت تقديم هذا الدعاوي أمام الجهات المختصة، والشعب السوري ينظر يعني بعد مرور 8 سنوات من بدء الثورة السورية للبدء بالقصاص من جميع المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم أكثر من جرائم حرب بحق الشعب السوري. نعم. طيب أستاذ علي، يعني ما هي الآلية الممكن اتباعها لمحاسبة بشار الأسد في المحاكم الدولية والأوروبية؟ طبعا المحاكم الآلية هي المتبعة المتعارف عليها دوليا هي المحكمة الجنائية الدولية، أصلا هي موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا جرائم الدولية الوحشية. كما ذكرنا سابقا هناك عدة أسباب تمنع إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. طبعا يجب أن تحال عن طريق مجلس الأمن الفصل 7، ولكن أمام السوريين هناك حاليا في الوقت الحالي متاح هو أن يقدم ادعاء إلى المدعي العام في إحدى الدول التي تطبق الولاية القضائية الدولية، مثل على سبيل المثال ألمانيا، لدى الحصول على الموافقة من المدعي العام يستطيع صاحب الادعاء رفع الدعوة أمام القضاء المحلي. الحقيقة أن المجتمع الدولي هو الخصم والحكم،
نأمل أن تلتقي المصالح مع العدالة يوما ما حتى يحقق العدل للشعب السوري الذي طال انتظاره فترة طويلة، علما وجود وثائق كثيرة جدا يعني والأدلة الموجودة في يد الشعب السوري أو لدى الجهات المختصة أصبحت كثيرة جدا ولا تحتاج لإثبات، كون المجتمع الدولي يراقب هذه الأمور وأصبحت الوثائق في حوزته منذ الانطلاق الثورة في سوريا وحتى هذه اللحظة أصبحت أكثر من ملايين الوثائق، وأهمها الوثائق التي تقدم بها المعروف باسم سيزر 55 ألف وثيقة تدين النظام السوري، وهو شخص كان يعمل لدى أجهزة النظام السوري وسرب هذه الوثائق وهي موجودة حتى هذه اللحظة. نعم. إضافة إلى الآلية الدولية لديها 700 ألف صفحة عن الانتهاكات، ولكن في الوقت الحالي لا توجد محاكم مختصة في سوريا، يعني كونها ليست سوريا مشتركة في اتفاقية محكمة الجنايات الدولية. يعني نأمل أن تكون المحاكم المحلية أو المحاكم الوطنية بحكم الولاية القضائية هي من ستلبي في الوقت الحالي أو في المدى المنظور حاجة الشعب السوري لتحقيق العدالة والقصاص من المجرمين ومنتهكي جرائم الحرب بحق الشعب السوري. أشكرك جزيل الشكر رئيس تجمع المحامين الأحرار السيد علي رشيد الحسن، كنت معنا من مدينة غازي عنتاب. أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن الحكومة تجاهلت آلاف البلاغات حول احتمال وجود مجرمي حرب بين طالبي اللجوء في البلاد منذ بدء تدفق السوريين عام 2014، وأوردت الصحيفة طلب إحاطة يؤكد أن الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين أحالت إلى الادعاء العام نحو 5000 بلاغ بوجود أفعال يجرمها القانون الدولي، إلا أن الادعاء لم يحقق سوى ببعضها. وبرر المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ذلك بأن عدد البلاغات المقدمة كبير ولم يسمح بالتعامل معها جميعا من قبل الشرطة. انطلقت مظاهرات حاشدة في عدة ولايات تركية للمطالبة بتحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سجون نظام الأسد بدعوة من حركة ضمير العالمية. في يوم المرأة العالمي وتذكيرا بالنساء المعتقلات والمغيبات قسرا في سجون نظام الأسد، انطلقت عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق مختلفة في تركيا نظمتها حركة ضمير العالمية لتطالب المجتمع الدولي بتحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سوريا. ولايات تركية عدة من أبرزها اسطنبول وغازي عنتاب ومرسين شهدت مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة لمسؤولين ومدنيين وشرائح مختلفة من المؤسسات والمنظمات التركية والعربية نددت بالاعتقال التعسفي بحق النساء السوريات. لقد اجتمعنا في هذا اليوم مع إخواننا المسلمين بسبب وجود 7000 أخت سورية مظلومة في السجون يتم تعذيبهم. نحن نطالب بإخراجهم من أجل أن يلتقوا مع عائلاتهم، وسنبقى ندافع عنهن حتى يخرجن وينالن الحرية. المظاهرات تضمنت عقد النساء المشاركات أيديهن بأوشحة كتمثيل لمشهد المعتقلة السورية، ورفعنا شعار إيقاظ الضمير العالمي والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن آخر امرأة وطفل معتقل في سجون الأسد. أنا هنا مجتمعة في هذه الوقفة، وقفة حركة الضمير الدولية، من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والضغط على الدول الصديقة للشعب السوري وجميع الدول وخاصة روسيا وإيران وتركيا الذين لديهم يعني علاقة مباشرة بالصراع السوري. ووفقا لحركة ضمير العالمية فإن أكثر من 13500 امرأة في سوريا تعرضن للاعتقال، حيث لا تزال 7000 امرأة منهن قيد الاعتقال حتى الآن يتعرضن لشتى أنواع التعذيب والتحرش والاغتصاب. في إطار مشابه خرجت عدة مناطق في الشمال السوري بمظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وجاءت هذه المظاهرات استجابة لدعوة حركة ضمير المطالبة بالإفراج عن المعتقلات في سجون نظام الأسد.
بس خلينا نرجع نوقف. خرج ثوار وناشطو وأهالي مدينة الباب وريفها في ريف حلب الشرقي في مظاهرة ووقفة تضامنية مع المعتقلين والمعتقلات في سجون نظام الأسد، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات بعدة لغات تطالب المجتمع الدولي بالاستجابة لصرخات وأنات المعتقلات القابعات في سجون النظام. جينا كلياتنا هون من بيوتنا، خرجنا مشان معتقلين، معتقلين عند النظام. نحن وقفة حركة ضمير في 110 دول حاليا واقفين مشان يطالبوا بإخراج معتقليننا عند نظام الأسد، الله يفرج عنهم. مئات المتظاهرين في عشرات نقاط التظاهر حول العالم يطالبون المجتمع والنظام الدولي بالضغط على نظام الأسد لإفراغ سجونه من المعتقلات والمعتقلين السياسيين. في إعزاز أيضا خرج المتظاهرون مطالبين بالإفراج عن المعتقلات. نظمت هذه الحملة حركة الضمير التي دعت قبل أيام إلى الخروج في وقفات في عشرات نقاط التظاهر حول العالم لإيصال الصوت إلى الجهات الدولية للضغط على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلات والمعتقلين في سجونه، وحددت يوم الجمعة 8 آذار وهو يوم المرأة العالمي للتذكير بآلاف المعتقلات القابعات في سجون نظام الأسد. أنا كأحد الناس جات من غياب سجون الأسد، حبيت أذكر العالم بأخواتنا المعتقلات. في بالمعتقلات كتير أطفال، في أصوات ما بتنتسى، في أطفال لا زالوا ما بيعرفوا لسه ضوء الشمس، انوردوا بالمعتقل وصار عمرهم سنين هنا لساتهم بالمعتقلات. ملف المعتقلين السياسيين في سوريا عائق لأي حل بالنسبة لنظام الأسد، حيث كشفت بعض المنظمات الحقوقية عن وجود ما يزيد عن 220 ألف معتقل يقبعون في سجن النظام حتى عام 2018. مالك أبو عبيدة، حلب اليوم، من ريف حلب. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد هذا الفاصل. محاولات روسية لتحجيم دور ماهر الأسد في قوات النظام والمتهم بتبعيته لإيران. ما بدنا شيء إلا كرامتنا وبس. مهما كانت ظروفنا لسه عنا أمل. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. نشر المرصد الاستراتيجي تقريرا مطولا عن الإجراءات التي اتبعتها روسيا لتقويض نفوذ ماهر الأسد الذي تربطه علاقات وثيقة مع إيران، كما عرض التقرير جانبا من الصراعات الحاصلة داخل عائلة الأسد. تسعى روسيا لتحجيم دور إيران في سوريا من خلال استهداف الميليشيات الموالية لها أو القيادات العسكرية القريبة منها في قوات النظام. تقرير صادر عن المرصد الاستراتيجي أكد أن روسيا تعمل على تقليص نفوذ ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة الموالي لإيران. المرصد قال
إن روسيا بدأت تحركها ضد ماهر الأسد بشكل فعلي في الربع الأخير من العام الماضي، مشيرا إلى أن روسيا نفذت خطة شاملة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتعزيز شبكة الضباط الموالين لها، بل وحجبت منصب رئيس الأركان لمدة 15 شهرا، وذلك في سابقة لم يعرف لها مثيل في تاريخ قوات النظام. روسيا وبحسب التقرير استهدفت الدائرة الضيقة المحيطة بماهر الأسد واعتقلت ضباطا بالفرقة الرابعة والحرس الجمهوري على خلفية تهم تتعلق بالمحسوبية والفساد، وأسفر ذلك عن اندلاع مواجهات عسكرية. الإجراءات الروسية أدت إلى توتر العلاقة بين الضباط الموالين لروسيا من جهة والموالين لإيران من جهة ثانية، حيث شهد العام الماضي سلسلة اغتيالات وتصفيات غير مسبوقة طالت عددا من القادة الميدانيين. التقرير ذكر أن روسيا قامت بحل عدد من الميليشيات الموالية لإيران مثل مغاوير البعث والدفاع الوطني في برزة وقدسية ودرع القلمون، واستحدثت إدارة القوى البشرية من أجل تجنيد شباب التسويات وإبعادهم عن ماهر الأسد. التقرير وصف الفترة بين تشرين الأول وكانون الأول العام الفائت الأكثر دموية في القصر الجمهوري، حيث تمت تصفية مجموعة ضباط اتهموا بالتآمر في الخفاء ضد بشار الأسد. ومعنا من مدينة هامبورغ المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد الركن مصطفى فرحات. أرحب بك سيادة العقيد. بداية، كيف تفسر محاربة روسيا لماهر الأسد بسبب علاقته مع إيران، بينما بشار الأسد أيضا تربطه نفس العلاقة مع طهران؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. عندما نتحدث عن أن روسيا تحجم ماهر الأسد أو يعني تضع حد لماهر الأسد، فهي تحجم قوات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، أي بمعنى آخر هي تحجم تيار الصقور في بقايا جيش النظام وكل من لديه نزعة العدوان وعدم الرزوخ للحلول السياسية واستحقاقات الانتقال السياسي وفق القرار 2254 وبيان جنيف. هذا يسير متزامنا مع تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم، والتي أكد فيها عن استمرار عملية الفصل بين الجيش الحر وبين القوى الراديكالية، يعني بين قوسين القوى التي ترفض الحلول السياسية وتصر على حمل السلاح وتحمل أيديولوجيات عابرة وإلى ما هنالك. وكأن المعطيات العامة تؤكد على انعطاف ما أو توجه ما يعني نحو تهيئة الأطراف للقبول بما يحضر. إذا من جهته الضامن الروسي يضغط على النظام وبشكل خاص التيار الرافض للحل، والضامن التركي أيضا يعري ويفصل من لم يرضخ للحل. في الاجتماع الأخير بين القادة العسكريين الروس والأتراك تم التفاهم على وضع حد لخروقات النظام وإيران لاتفاق وقف التصعيد، وهذا ما نشاهد مفاعيله تترجم على الأرض من خلال تعزيز نقاط المراقبة التركية الذي جرى اليوم، ومن خلال تسيير الدوريات التركية في المنطقة المزوعة السلاح ونقاط الفصل وفصل الاشتباك. ومن خلال ايضا يعني الروس ايضا جم يعززون قواتهم بطرف النظام، يعني اليوم نستطيع القول بان القوات الايرانيه وقوات النظام بعيدين عن خط المواجهه. ويعني كما يعتقد انه اليوم او كما تسير الامور نحو وضع حد لهذه المهزله او يعني سياده العقيد. نعم، إلى موضوع نفوذ ماهر الأسد، يعني برأيك هل بشار الأسد ربما أعطى الضوء الأخضر لروسيا لتقويض نفوذ شقيقه ماهر، أم أنه خارج اللعبة تماما؟ أختي الكريمة، عندما نتحدث عن ماهر الأسد فهو الجناح العسكري لبشار الأسد، يعني لا يمكن الفصل بينهما على الإطلاق، يعني هما في مركب واحد، والحجم الجريمة الذي تم في سوريا تم بجناحي السياسي والعسكري، وهما يعني ضالعان حتى العظم في كل ما حصل في سوريا. وأيضا نحن يعني يجب التنويه أن ماهر الأسد كما ذكر تقريركم، يعني ماهر الأسد هو حلقة في إطار الإيراني، يعني يدور في الفلك الإيراني. اليوم هناك كلنا يعلم أن جيش النظام اليوم منقسم الولاء، يعني بين إيران وروسيا، وإن كان الثقل العسكري على الأرض هو يعني حتى اللحظة لصالح إيران، لأن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والتي يعني تستحوذ على التسليح الأهم في جيش النظام بالإضافة لميليشيات الدفاع الوطني والحرس الجمهوري، يعني فضلا عن القوات فيلق القدس الإيراني والميليشيات الطائفية من حزب الله اللبناني وأخرى من العراق وباكستان وأفغانستان، كل هذه الميليشيات والقوى
يعني وجد الروس اليوم نفسه حقيقة أمام هذا التحدي، وبالتالي يعني أدرك الروس هذا الموضوع، ومما دفعهم نحو توسيع وزيادة عديد القوات التي ستعمل معهم لاحقا، بدءا يعني من قوات الفيلق، قوات النمر وقوات الفيلق الرابع ثم الخامس، واليوم تعمل على تشكيل الفيلق السادس. كل هذه الخطوات تأتي يعني في إطار تحجيم الدور الإيراني ووضع حد التمدد الإيراني الذي يعني راح ينافس الروس في سوريا، وهي يعني المجال الحيوي والملعب الأساسي بالنسبة للروس. شكر سيادة العقيد، وعذرا على انتهاء الوقت، كنت معنا من هامبورغ العقيد الركن مصطفى فرحات. تظاهر عشرات النازحين السوريين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية مطالبين التحالف الدولي بتأمين ممرات إنسانية نحو الشمال السوري، ورفع المتظاهرون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تناشد التحالف الدولي لمساعدتهم للخروج من المخيم نحو الشمال السوري، كما ناشدوا الأهالي في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام لمساندتهم والتضامن معهم. كانت الهيئة المدنية في مخيم الركبان طالبت التحالف الدولي بفتح ممرات إلى المخيم المحاصر من قبل قوات النظام وروسيا. أكدت الأمم المتحدة وفاة العشرات من النازحين عن آخر جيب محاصر لتنظيم الدولة في قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي وسط ظروف صعبة ومأساوية. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 90 شخصا فقدوا حياتهم خلال رحلة النزوح من ريف دير الزور الشرقي إلى مخيم الهول شرقي الحسكة، وثلث هؤلاء الضحايا أطفال دون سن الخامسة. وأضاف المكتب أن هذه الحصيلة وقعت خلال الفترة ما بين نهاية كانون الأول الماضي والثالث من آذار الجاري. عودت روسيا نشر صورة جديدة لرأس النظام بشار الأسد تظهره واقفا بعيدا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حديثه مع عسكريين واستشاريين روس. ونشرت وسائل إعلامية الصورة بعد أيام من بث صورة مماثلة في قاعدة حميميم العسكرية بريف اللاذقية تظهر الأسد خلف أحد الجدران إلى جانب ضباط روس لحظة إلقاء بوتين لكلمة على قواته في ساحة المطار. نشرت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد فيديو مصورا يوثق قيام عناصر الميليشيات التابعة للنظام بضرب المدنيين أثناء وقوفهم في أحد طوابير الغاز. وأظهر الفيديو لحظة قيام عدد من عناصر النظام بالتهجم على أشخاص يريدون الحصول على مادة الغاز المنزلي وضربهم، وذلك بالتزامن مع مطالبتهم بالرجوع إلى الخلف. هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة في المحروقات وسط عجز حكومة الأسد عن تأمين احتياجات المدنيين. في مناطق النظام أيضا أفاد مصدر خاص لحلب اليوم بأن عصابة خطف من السويداء قامت باختطاف شاب من أبناء مدينة درعا أثناء عودته لمكان إقامته. وقال المصدر إن عصابة الخطف تفاوض أقرباء الشاب يوسف أبو نبوت، كما أنها طالبتهم بدفع مبلغ 100 مليون ليرة سورية مقابل الإفراج عنه. وتشهد محافظة السويداء عددا من حالات الخطف المتكررة بغية الحصول على مبالغ مالية. أقامت وحدة دعم وتمكين المرأة بالتعاون مع لجنة إعادة الاستقرار والدفاع المدني السوري ومكتب المرأة في لجنة إعادة الاستقرار فعالية حوارات نسائية بمناسبة يوم المرأة العالمي. وناقش الحاضرون الواقع الحالي للمرأة السورية في الشمال السوري وسبل تعزيز دورها. وكرمت عدة نساء على نشاطهن ودورهن الفاعل في المجتمع. نحن اليوم عم نحتفل بعيد المرأة. طبعا المرأة نحن ما فينا نحجمها بعيد، هي لها 365 بالسنة، لها عيد، طبعا هي بحد ذاتها عيد. اليوم كان يوم ممتع، تعرفنا كثير على فعاليات، تبادلنا الآراء والأفكار. الفكرة نحن مو بس نصف كلام، نحن نوصل لنتيجة، والحمد لله إن شاء الله. يعني أنا كثير متأملة من هذا النهار، شيء مميز. الفكرة الأساسية المرأة موجودة، بس بدهم مين يسلط الضوء عليها.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي كل عام وجميع النساء السوريات بخير. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار قناة حلب اليوم لهذه الليلة. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحاتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. إلى اللقاء.